إذن على بركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تعلن هذه الانطلاقة والشوط العاشر والثلاثة كيلومترات، وهذا الشوط خاص بالجعدان البكار. الجعدان مشاهدين الأعزاء الحجايج، هناك الانطلاقة المميزة والانطلاقة أيضا مع هذا الشوط. أعود إلى مقدمة الشوط إلى الانطلاقة، هناك محذر لسيد سالم بن راشد البطين على الصدارة، على البطيني على الصدارة على المركز الأول، بينما هناك اللي هو هملول على المركز الثاني بتواجد أضحية بن عبد الله المنصوري، والمركز الثالث دخول من الجانب الآخر على ثالث المراكز مشاهدين الأعزاء، ولكن رجيم لسيد سالم بسعيد بن منانة السويدي واصل هناك المركز الرابع، هناك شاهين نايف بالصير المالكي، والمركز الخامس الدخول من الاسم القادم، يتواجد هناك شاهين للسيد خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، يتواجد هنا وينتقل الى المركز الثاني في هذه اللحظات. اعود الى المركز السابع، هنا ياتينا شاهين لعوض بن مبارك المهيري، يتواجد مع شاهين بانطلاقته المميزه، ولكن الدخول من الجانب الاخر بتحدي ضاري لسيد محمد بن خادم المنصوري، وصل راعي نجد، وصل راعي نجد هنا على المركز السادس، هنا ايضا تحديات ودخول من الاسماء القادمه، ورا هناك شاهين لهجن الرئاسه سعيد بن حمد بن دري الفلاحي المتابع. بدات الاسماء بالاقتراب مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، عشاق الاصاله والتراث. اعود الى صداره الشوط، اعود الى المقدمه والصداره، هناك مع محذر سالم بن راشد البطيني قادم بكل قوه بادائه الجميل. المركز الثاني هنا شاهين لخلف بساري بن بلوش المزروعي، والمركز الثالث يتواجد هناك ضاري لسيد محمد بن خادم المنصوري، المركز الرابع شاهين لهجن الرياسة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي المتابع. هناك دخول من الاسم القادم، وصل زاهي لسهيل بن سعيد بن طمازة العامري، يتواجد هناك مشاهدينا الاعزاء، ينضم هناك الى القائمة الرباعية. القادم هناك من الجانب الاخر ما شاء الله اللي هو شاهين عبيد بن عيسى بن سبت الخيلي، وصل بن سبت هنا الى المركز الخامس، المركز السادس ارى شعار ابو منصور هناك مع مشكور منصور بن سعيد بن حمدش الخيلي، ياتينا على المركز السابع. بقول الكيلو متر الاخير، الكيلو النهائي، الدخول من الاسم القادم هملول سهيل بن مسلى بن قزول العامري، وانتقل الى المركز الخامس. هناك بن مرخان واصل مع نجد محمد بن سلطان بن مرخان على المركز الثامن في هذه اللحظات. اعود الى مجريات الامور، اعود الى المركز الاول، ضاري، ضاري غير وانتقل الى المركز الاول، ايضا بتواجد محمد بن خادم المنصوري على صدارة الشوط على المركز الاول. المركز الثاني هناك زاهي سهيل بسعيد بن طبازة، والمركز الثالث وصل هناك شاهين خلف بساري بن بلوش المزروعي، المركز الرابع الدخول من اللي هو محذر سالم بن راشد البطيني بن قزول قادم مع هملول سهيل بن مسلم بن قزول العامري، وبن حمدش هناك مع مشكور سعيد منصور بن سعيد بن حمدش الخيلي، ولكن هنا ايضا القادم اللي هو محمد وسلطان بن مرخان مع نجد، والاسم القادم يحمل الرقم 31 اللي هو مشاهدين الاعزاء مبلش ليمعى بن محمد المنصوري. اعود الى الصداره ما شاء الله تبارك الله، ايضا السلامات ما تتجه الى اهالي الغربيه، السلامات الى اهالي الغربيه. هناك مع شاهين، شاهين على الصداره على المركز الاول على الانطلاق الاول، تهانينا والناموس للسيد خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، واسعد الله صباحك على هذا الانطلاق الجميل ما شاء الله تبارك الله. لحظات الوصول ليعلم بانه بطلا لهذا الشوط، تهانينا والناموس بينما ثاني المراكز. هناك ياتينا اللي هو ضاري للسيد محمد بن المركز الثاني محمد بن خادم المنصوري، والمركز الثالث وصل هناك المركز الثالث زاهي لسهيل بن سعيد بن طبازه، والمركز الرابع واحد وثلاثين المركز الرابع مبلش مع بن محمد المنصوري. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هنا بانتظار التوقيت الزمني
لحظات وصول شاهين لسيد خلف بن ساري بن بلوش المزرعي ما شاء الله 4 دقائق 27 ثانية وثلاث أجزاء 100 ثانية. تهانينا وناموس لخلف بن ساري بن بلوش المزرعي على هذا الفوز الجميل أيضا، والسلام غربي بالفعل. بينما ثاني المراكز وصل هناك مشاهدين الأعزاء ضاري لسيد محمد بخادم المنصوري 4 دقائق و